السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله بتحميل ملف المحاضرة. اليوم إن شاء الله اللقاء الثالث من محور المحاسبة في المنشآت غير الربحية. إن شاء الله اليوم سنتكلم عن الموازنة والميزانية، هو الميزانية والموازنة. بس يحمل عندي الملف إذا كان في عرض شرايح يكون أفضل على الشاشة. عبد الكريم جبري، عندك سؤال يا عبد الكريم؟ رافع يدك. إذا عندك سؤال ممكن تسأل عبر الرسائل. طيب، إلى حين تحميل الملف، ما زال جاري التحميل، نبدأ المحاضرة اليوم إن شاء الله. وبإذن الله تعالى إن شاء الله سنتحدث اليوم في هذا اللقاء عن الميزانية والموازنة. والميزانية طبعا هي شيء متوقع دائما يوضع توضع في صورة توقعية أو باعتبار أن هي كأنها عملية تنبؤ بناء على معلومات سابقة. أما الموازنة هي البيانات الفعلية والمصروفات والإيرادات الحقيقية التي تمت خلال عام مالي منتهي أو خلال عام مالي سابق. فبداية دعونا نعمل مقارنة سريعة بين الموازنة والميزانية. فالميزانية هي الأسبق، بينما الموازنة هي الأحدث. والميزانية تعبر عن اليوم والحاضر، بينما الموازنة تعبر عن الغد والمستقبل. ودائما الميزانية هي عبارة عن بيانات فعلية، والموازنة عبارة عن بيانات تقديرية، نفس ما ذكرت قبل قليل أن الموازنة هي بيانات تقديرية كأنها هي عملية تنبؤ. تقريبا انعكس التعريف في البداية. عموما الموازنة العامة بصفة عامة هي عبارة عن بيانات تقديرية أو عبارة عن بيانات تنبؤية، يعني شيء لم يحدث، وإنما نقدر المصروفات والإيرادات للدولة خلال عام مقبل. بينما الميزانية هي عبارة عن مصاريفات حقيقية تمت وحدثت وانتهت. طيب، في المقارنة ذكرنا أن الميزانية هي الأسبق والموازنة هي الأحدث. والميزانية تعبر عن اليوم والحاضر، والموازنة تعبر عن الغد والمستقبل. والميزانية هي عبارة عن بيانات فعلية، بينما الموازنة هي عبارة عن بيانات تقديرية. وفي الميزانية دائما نجد أنها تعبر عن المركز المالي للمنشأة، والموازنة دائما تكون عن إمكانيات واحتياجات المجتمع. الميزانية عبارة عن ممتلكات والتزامات، والموازنة عبارة عن موارد، وهذه الموارد ربما أنها تكون عبارة عن إيرادات، وربما أنها تكون هي عبارة عن مصروفات أيضا. يعني دائما الموازنة عبارة عن إيرادات ومصروفات، عبارة عن إيرادات ومصروفات. الميزانية أيضا يطلق عليها قائمة المركز المالي. يعني إذا قال لي قائمة المركز المالي، معناها نقصد بها الميزانية. وتعكس دائما الميزانية تعكس أربع أبعاد، تعكس أبعاد اقتصادية وأبعاد اجتماعية وأبعاد سلوكية وأبعاد سياسية. بينما الموازنة يطلق عليها في بعض الدول مصطلح ميزانية الدولة، يطلق عليها مصطلح ميزانية الدولة، ودائما تعكس حقائق اقتصادية فقط. إذن الميزانية تعكس أربع حقائق، بينما الموازنة تعكس حقيقة واحدة وهي الحقائق الاقتصادية، هي الحقائق الاقتصادية. طيب، دائما الموازنة تكون للقطاع الحكومي، وتكون عن الإيرادات والمصروفات العامة، ودائما تكون عن السنة القادمة، يعني شيء لم يحدث بعد، إنما هي تقديرات لمصروفات العام المقبل، ودائما تضع في نهاية السنة. يعني هذه الأيام، الآن نحن الآن في شهر أكتوبر، هذا الشهر دائما هو شهر وضع الموازنات، دائما هو وضع الموازنات. الحساب الختامي
أيضا هو مصطلح محاسبي. هذا الحساب الختامي دائما يكون للدولة، ودائما يكون للقطاع الحكومي، ويكون للإيرادات والمصروفات العامة. والحساب الختامي يكون عن السنة الحالية، وفيه بيانات فعلية تم تسجيلها، يعني هي عبارة عن حقائق تمت وحدثت بالفعل. ودائما الحساب الختامي يكون فيه رصيد فائض أو عجز فعلي، إما أن يكون فيه فائض أو يكون هناك عجز، إما أن يكون فائض هناك فائض أو يكون هناك عجز. الموازنة دائما تكون للقطاع الحكومي، وهي عبارة عن إيرادات ومصروفات. والخطة الاقتصادية أيضا تكون لجميع قطاعات الاقتصاد الوطني، الحكومة دائما تكون للحكومة والقطاع الداخلي والخارجي عموما للدولة بصفة عامة. ودائما هي تتضمن بيانات التكوين الرأسمالي. وهذه الموازنة العامة ممكن تكون أو الخطة الاقتصادية، معليش الخطة الاقتصادية ربما تكون متنوعة. الخطة الاقتصادية تكون سنوية أو خمسية أو عشرية، تسمح الآن ب 2030، يعني هذه خطة كانت عشرية، هذه الخطة كانت عشرية، بدأت من 20 وتنتهي في 30. ف بتجد أنه الخطط الاقتصادية هي خطط يمكن أنها تستخدم دائما لوضع مسار تسير عليه الدولة في عملياتها الاقتصادية بصفة عامة، يعني بدون تفصيل. طيب فيما يخص الموازنة، قبل العمل بالموازنة كان سابقا ما في فصل بين مالية الحاكم ومالية الدولة، يعني كان في تداخلات عامة بين ميزانية الحاكم وميزانية الدولة. لكن الموازنة ظهرت متأخرا، وأول دولة وضعت موازنة في العالم هي المملكة المتحدة اللي هي بريطانيا الآن. أول دولة وضعت موازنة هي بريطانيا اللي هي المملكة المتحدة. والمملكة العربية السعودية نشرت أول موازنة لها في العام 1350 هجرية، والعام 1351 هجرية، يعني أول موازنة لها كانت في هذا الوقت. يعني أيضا من ناحية إسلامية بنجد أن القرآن فصل بين مالية الدولة ومالية الحاكم، القرآن الكريم. وكذلك حدد القرآن مصارف الموارد ونصيب الحاكم منها، واتفق المسلمون على إقرار أعطاء راتب لأمير المؤمنين كما حدث في بداية صدر الإسلام، حدث هذا الأمر. وكان بيعطوا خليفة المسلمين راتب معين، أو أمير المسلمين أو أمير المؤمنين راتب معين، من أجل أن يكون متفرغ لرعاية شؤون البلاد والعباد. الآن تقريبا الشير ظهر عندكم على الشاشة عرض. ممتاز. طيب نواصل في العرض. طيب أهمية الموازنة، طبعا هي تحقق توازن مجتمعي، ودائما تقوم بدراسة احتياجات الأفراد وإمكانيات المجتمع اللي هي الإمكانيات المتاحة، وتحرص على إرضاء الجماهير حسب الأولويات المحددة. واقتصاديا الغرض الأساسي من الموازنة تحقيق التوازن الاقتصادي. التوازن الاقتصادي يا شباب المقصود به هو التوازن بين الإيراد والمنصرف، بين الواردات والمصرفات، اللي هو ظهر الآن في الاقتصاد ما يسمى بالميزان التجاري. الميزان التجاري لابد أن يكون عندك واردات الدولة متساوية مع الصادرات الدولة، وأفضل أن الصادرات ترجح، لكن إذا الواردات رجحت كانت أكثر فهذا يعني صرف أعلى، وبالتالي يكون فيها مشكلة. هذا على سبيل طبعا ذكر الاقتصاد بصفة عامة. أما على فيما يخص الموازنة فقط، يجب أن الإيرادات تتساوى مع المصرفات، طبعا هذا داخليا، لابد أنها تتساوى، واردات الدولة وإيرادات الدولة تتساوى مع مصرفات الدولة اللي هي التي تصرف الدولة في البنى التحتية وتصرف في المرتبات ووسائل التسيير وإلى آخره. إداريا نجد أن الموازنة هي الوسيلة الأكفأ لإدارة المال العام، يعني هي تعتبر أفضل وسيلة
إدارة المال العام، وسياسيا هي الوسيلة الأنسب لكسب الحكومة تأييد أفراد المجتمع، لأنه يكون فيها شفافية عالية وفيها وضوح، والدولة تضع موازنة واضحة ظاهرة للجميع، فبالتالي يكون فيها أكثر شفافية وأكثر وضوح، وبالتالي يكون الأمر واضح للمواطن ولعامة الناس. أنواع الموازنات، طبعا الموازنات تختلف عدد التصنيفات بحسب منظور التصنيف، يعني مثلا على حسب ظروف الإعداد يمكن أن نقسم الموازنات إلى موازنة عادية وموازنة غير عادية إلى قسمين، وعلى حسب الجهات المعنية يمكن أن تقسم الموازنة إلى 3: وزارات وملحقة ومستغلة. إن شاء الله موجود تفاصيل كل واحدة من هذه موجودة داخل هذه الشرائح. المعاملات، إذا قسمنا الموازنات على حسب المعاملات، في معاملات جارية وفي معاملات استثمارية وفي تحويلات رأس مالية. أيضا في موازنات خاصة، هذه خاصة بالنقد الأجنبي وتصديرات النقد الأجنبي. طبعا النقد الأجنبي دائما الدولة تتحصل عليه من إيرادات من صادرات من الصادرات. إذا يمكن تصنيف الموازنات إلى 4 على حسب ظروف الإعداد، على حسب الجهة المعنية، وأيضا المعاملات، وأيضا في الميزانيات أو الموازنات الخاصة فيما يسمى بالموازنات الخاصة. طبعا هذا تفصيل لظروف الإعداد العادية والغير عادية، طبعا هذا تصنيف الموازنة في ظروف الإعداد العادية الإعداد العادية وغير العادية. فالأولى يتم اللي هي العادية يتم إعدادها في الظروف الطبيعية، يعني كل شيء على ما يرام، الأوضاع مستقرة، الظروف طبيعية، كل الأمور مستقرة. أما الغير عادية دائما تكون في ظروف غير طبيعية، مثلا في حالات الحروب، في حالات الكوارث الطبيعية، الفيضانات، البراكين، السيول، الحروب إلى آخره. فدائما التي تكون في هذه الظروف الغير عادية دائما يكون التمويل فيها مصادر غير تقليدية، يعني التمويل الميزانية بيكون من شيء غير طبيعي، ممكن يكون من الاحتياط العام أو من القروض. أما العادية هذه يكون التمويل من الإيرادات التقليدية، إيرادات الدولة المعروفة. طبعا في الصرف في الميزانية في الصرف إذا كانت الظروف غير عادية بيكون فيها الصرف غير طبيعي، الصرف شوي عالي، وبالتالي بنجد أن تحتاج منك إلى معاملات خاصة أو إلى تنظيم معين وإلى إدارات معينة. طبعا الميزانية حسب الجهة المعنية، الوزارات معروفة اللي هي الوزارات في الدولة، معروفة أنه هي عندها وزارات، بالذات الوزارات الخدمية هي التي تستهلك فلوس أكثر، اللي هي كالتعليم والصحة، يعني الدول دائما تصرف أكثر شيء على التعليم والصحة وعلى الدفاع. الملحقة دائما تكون في جهات ملحقة، طبعا هذه جهات ملحقة بالوزارات، يعني مثلا الجامعات، الجامعات تعتبر هي تعد لها ميزانية وتسمى ميزانية ملحقة، وجمعية مثلا الجمعيات الخيرية كجمعية الهلال الأحمر، هذه تعد أنشطة بتساعد أو تكون هي داعم للصحة، وممكن هذا التمويل يكون من الوزارة مباشرة أو من وزارة المالية. الوزارة مباشرة مثلا الجامعات تمول وزارة التعليم، يعني الميزانية تأتي من وزارة التعليم ثم الجامعات، أو ممكن يوضع لها بند خاص من وزارة المالية مباشرة. عندنا أيضا الموازنات المستغلة، وهذه دائما تستخدم لوحدات تمارس نشاط اقتصادي، يعني في الكهرباء والنقل والمواصلات، الخطوط السعودية، الخطوط الحديدية، هذه يسمى بالموازنات المستقلة. المعاملات، عندنا معاملات جارية واستثمارية وتحويلات رأسمالية. الجارية تتضمن المعاملات الجارية التشغيلية اللي هي استخدامات النشاط التجاري ومصادر التمويل، يعني هذه أشياء مستمرة، تكون أشياء مستمرة. الاستثماري معروف أن هي لها طابع استثماري، ويمكن أن نتوسع في المشروع، ويمكن أن يمول تمويل ذاتي، ويمكن أن يقوم بقروض داخلية أو خارجية إلى آخره. أما التحويلات الرأسمالية هذا ما لا يرتبط بالموازنتين الآخرتين، مثل الالتزامات واجبة الدفع أو التحويلات الرأسمالية، إن شاء الله ممكن أن نأتي لها بالتفصيل في هذه المحاضرة ومحاضرات سابقة موجودة، المصروفات الرأسمالية. طيب الموازنة العامة للدولة، طبعا نتحدث الآن عن الدولة السعودية. فالموازنة العامة للدولة هي لها مبادئ، لها 5 مبادئ أساسية. من ضمن هذه المبادئ السنوية والوحدة والعمومية وعدم التخصيص والتوازن. كل واحد إن شاء الله نأتيها بالتفصيل، لكن باختصار السنوية أن هي الموازنة تكون
لسنة، يعني كل سنة لها موازنة مختلفة عن الأخرى. الوحدة أن الموازنة تكون موازنة واحدة فقط، ما في ميزانيتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمس، هي واحدة فقط. العمومية تكون عام لكل شيء، والتخصيص ما تخصص في الميزانية لشيء دون الآخر، ولا تخصص من الإيرادات، تقول والله إيرادات مثل جوازات تكون خاصة للتعليم، أو تقول والله الجمارك ممكن تكون خاصة لدعم وزارة الصحة، ما تخصص شيء. لابد أن يكون في توازن في الميزانية، أن يكون في توازن بين الإيرادات وبين المنصرفات، يعني المصروفات والإيرادات يكون في توازن بينها، لأنه إذا في واحد أكثر من الأخرى بيكون في اختلال في إعداد الموازنة. فرض أن تكون الموازنة في وضع الطبيعي تكون صفرية، يعني إيراداتها إذا طرحناها من مصروفات أو مصروفات من إيرادات، المفروض يكون الناتج يسيره صفر، المفروض يكون الناتج صفر. السنوية ذكرت قبل قليل أن هي المفروض تكون أنها هي سنة، ما يشترط أنها تبدأ في شهر معين، ممكن تبدأ من أي شهر، ما شرط تبدأ بشهر معين، ممكن كل دولة تبدأ ميزانيتها في شهر معين. لكن طبعا الناس يعني يحتاجوا أنه يكون بداية السنة هي بداية الموازنة ونهاية السنة هي نهاية الموازنة، يعني تبدأ من شهر واحد إلى شهر 12 سواء كان بالعربي أو كان بالإنجليزي. أي دولة عندها شهور تناسبها، أي دولة عندها شهور تناسبة، وطبعا هذه حسب الإيرادات والمنصرفات في كل دولة ممكن أنها تتناسب معها. مثلا الجمعيات الخيرية بتنشط إيراداتها دائما في شهر رجب ورجب وشعبان ورمضان وذو القعدة وذو الحجة، دائما الناس بيسعوا في هذه الإيرادات، الناس موسم الزكوات في هذه الفترة، موسم الخير في هذه الفترة إلى آخره. أيضا ظهور أجهزة إعداد وتنفيذ الموازنة أو ظروف أجهزة إعداد وتنفيذ الموازنة أيضا هذا له تأثير في إعداد الموازنة. فترة السنة أنسب، طبعا أفضل أن الناس يعتمد في الموازنة على سنة، ما يكون أقل من سنة ولا أكثر من سنة، وهذا المتبع في المملكة العربية السعودية أنه ميزانية سنوية. وهذه السنة دائما في التقارير تقسم إلى نصف سنة وربع سنة ثلث سنة إلى آخره. في ميزانية واحدة لا تخضع لمبدأ السنوية اللي هي موازنة البرامج الرأسمالية، هذه ما فيها سنوية، دائما هي أكثر من سنة. وإسلاميا دائما الموازنة تتناسب مع مورد إسلامي مهم وهو مورد الزكاة، يعني الزكاة دائما يتم إخراجها أو واجب على الفرد الذي لديه مال كل سنة، واجب عليه كل سنة. فالسنوية هذه الميزانية السنوية تتناسب مع التعاليم الإسلامية في هذا الجزء اللي هو الخاص بالزكاة. طيب الوحدة لابد أن يكون للدولة ميزانية واحدة فقط أو موازنة واحدة فقط، ما عندها أكثر من موازنة. هذه الموازنة شاملة وشافية وكافية، فيها كل الإيرادات وكل المصروفات. ودائما أهمية الوحدة أنها لعرض صورة شاملة ومتكاملة لمالية الدولة، وكذلك تعدد الموازنات يصعب من مهمة أجهزة المتابعة والرقابة. وفي الواقع التطبيقي الحالي فرض حتمية تعدد الموازنات، يعني الآن أصبح في تعدد موازنات. هذه طبعا الآن ذكرناها قبل قليل، يعني في موازنة عادية غير عادية، في مستقلة، في ملحقة، في وزارات إلى آخره، يعني في تصنيف معين للموازنات. طبعا الواقع الحالي الان اذا فيه حتميه تعدد الموازنات دائما تستهدف بعض وحدات الحكومه تحقيق ربح، وتحتاج بعض وحدات الحكومه استغلال مالي واداري. يعني مثلا تجد انه بعض الجامعات الان اصبحت تمويل نفسها بنفسها، يعني هي وحده حكوميه لكن اصبحت الان تستثمر في التعليم نفسه، حتى في المستشفيات ممكن يكون في اجنحه خاصه هي حكوميه، وفي نفس الوقت يمكن ان يكون عندها بعض العمليات الاستثمارية من أجل الحصول على بعض المال لتسيير أمورها. ذكرنا أن هذه الموازنات المتعددة مثلا في الموازنة المستقلة والملحقة وذكرناها قبل قليل وتحدثنا عنها. طيب أيضا تحدثنا عن العمومية، طبعا هذه شيء رئيسي، العمومية
هذه بتظهر في طبعا عام، عام معناه شامل، فبتظهر في كافة إيرادات الجهات الحكومية، المصروفات والإيرادات دون مغاصة، يعني بتظهر فيها كل التفاصيل، كل التفاصيل. أيضا مثلا هنا في مثال على إدارة الجوازات. إدارة الجوازات عندها رسوم تتحصلها، فيها رسوم تجديد إقامات، فيها رسوم تأشيرات مسافرين، وفي نفس الوقت الموظفين الذين يعملون في الجوازات عاوزين رواتب. فهل يمكن للجوازات أن تأخذ من هذه الإيرادات وتعطي الموظفين الرواتب والأجور؟ طبعا هذا لا. فيجب أن كل المبالغ المتحصلة عليها تورد إلى خزينة الدولة، والدولة تصرف الرواتب وأجور العاملين، بغض النظر أنه كانت هذه جهة إرادية أو غير إرادية. يعني يمكن أن تدخل فلوس أو لا. مثلا المستشفيات غير إرادية، غير إرادية، ما عندها إيرادات. في السعودية الآن أغلب المستشفيات ما عندها إيرادات، فالدولة تصرف عليها. فبنفس الطريقة يعني هي الفائض من مثلا من الجوازات يغطي تكلفة إدارات أخرى، بنى تحتية، عجز في الكهرباء، عجز في الماء إلى آخره. فالعمومية مهمة في الميزانية أو في الموازنة. وهذا المبدأ، مبدأ العمومية، دائما يمنع إجراء المقاصات. لا توجد في مقاصة، لا توجد مقاصة. العمومية طبعا دائما بتتمثل في الرغابة، دائما تكون عندها رغابة فيها، أو الرغابة على في حال العمومية تكون أكثر فاعلية. والمقاصة دائما هي تشجع على المغالاة في النفقات، يعني ممكن الجهة الإرادية عندها تدخل فلوس كثيرة، تصرف كثير، والتي لا تدخل فلوس كثيرة لا يمكن أن تصرف. هذه مشكلة في عمل الدولة. طبعا هذه مشكلة في عمل الدولة. وهنا في الشريحة السابقة هذه ذكر بعض أنه مبدأ عدم التخصيص، والذي لا يسمح. إذا عندك سؤال يا مرام ممكن تسأل عبر الرسائل. يعني مثلا ما في شيء تخصص والله إيراد شيء معين لجهة معينة، يعني مثلا ما تخصص إيرادات الجوازات إلى ترميم وصيانة المدارس، لا، الفلوس تمشي للدولة، من الدولة ترجع مرة أخرى. وهذا هو ما يسمى بعدم التخصيص، هذا ما يسمى بعدم التخصيص. ما تحدد إيرادات جهة معينة للعمل في جهة أو للصرف على جهة معينة، هذا طبعا لا يمكن. و هذا كله في مخصص التخصيص، يعني الأمثلة كلها متشابهة، الأمثلة كلها متشابهة. تخصيص رسوم المرور أو جزء منها للإنفاق على إنشاء أو صيانة الطرق، هذا طبعا غير صحيح. ما تخصص إيرادات شيء معين لإنجاز مهمة معينة. طبعا التوازن مقصود به التوازن الكمي، مقصود به التوازن الكمي، مقصود بالتوازن التوازن الكمي. والتوازن الكمي اللي هو تتساوى فيه النفقات مع الإيرادات، يعني الفلوس الداخلة للدولة مع الخارجة منها. فإذا زادت الإيرادات بيصير فائض، وإذا زادت النفقات بينتج عجز. فلا بد أن يكون في توازن عشان ما يكون عندنا فائض أو عجز، لأنه إذا في فائض معناه أنت ممكن أحيانا الدول تفرض بعض الرسوم الزائدة التي لا تحتاج لها. فيجب أن الدولة، لأن الدولة جهة غير ربحية، دائما بتصرف على حسب أو بتفرض الرسوم ولا شاهد على حسب احتياجاتها، على حسب احتياجات الدولة. فما تحتاج أن يكون فيها فائض ولا تحتاج أن يكون فيها عجز. إذا كان في فائض أفضل من أن يكون في عجز. فذكرت قبل قليل يعني هذا الفائض مشكلة، لأنه قد يأتي من التعسف في فرض الضرائب والرسوم. والعجز يتطلب تمويله بعض السياسات، يعني يكون في سياسات أخرى غير مرحب بها، ممكن إصدار نقدي، يعني الدولة تطبع فلوس بدون إنتاج، وهذا يسبب التضخم، التضخم اللي هو فقد العملة لقيمتها الشرائية. يعني يكون عندك فلوس كثيرة جدا وما تشتري بها أي شيء، يعني تشيل كمية فلوس وما تشتري بأي شيء ولا تستفيد منها في شيء. طيب عندنا التبادل الاقتصادي،
هذا اللي هو مذكور قبل ذكرته قبل قليل، وهذا التوازن الاقتصادي إذا كان غير موجود بيظهر عنه ما يسمى أو ينجم عنه ما يسمى بالتضخم. طيب عندنا في الموازنة نريد الآن نتعرف على تبويب الموازنة وتقدير البنود وكيفية إعداد الموازنة، 3 نقاط رئيسية نمر عليها من أجل أن بعدها نطرح بعض الأسئلة فيما تبقى من زمن، نطرح بعض الأسئلة فيما تبقى من زمن. دائما إعداد الموازنة يمر بمراحل عدة، منها ترتيب البيانات، طبعا أساس ترتيب البيانات هذا يسمى بتبويب الموازنة، وتحديد طريقة تقدير الإيرادات والمصروفات، كيف نقدر الإيرادات وكيف نقدر المصروفات، هذا ما يسمى بتقدير البنود، والأول اللي يسمى بتبويب الموازنة، والثالث يسمى بإعداد الموازنة، والرابع يسمى بقواعد تنفيذ الموازنة. هذه 4 مراحل يمر بها إعداد الموازنة، الأول تبويب الموازنة 4، والثاني هو تقدير البنود، والثالث إعداد الموازنة، والرابع قواعد تنفيذ الموازنة. 4 نقاط رئيسية أو 4 مراحل رئيسية. تبويب الموازنة مقصود به تجميع البيانات من إيرادات ومصروفات في مجموعات رئيسية وفرعية، ودائما من أسس التبويب اللي هو عندنا التنظيم والنوعي والوظيفي 3. وأهمية التبويب دائما بتسهل إعداد وتنفيذ الموازنة وإعداد وتصميم المجموعة المستندية، وكذلك تساعدني في إعداد التقارير الختامية والدورية، وبتسهل عمل الجهات التشريعية والرقابية في تحليل الآثار المالية والاقتصادية لسياسات الدولة. أسس تبويب المصروفات اللي هو ما يسمى عندنا بالتبويب الموضوعي أو النوعي، وهذا بيعتمد على الخدمة أو السلعة، هو الغرض من الإنفاق، ودائما يبدأ بالأبواب ثم يصنف إلى المجموعات ثم إلى البنود. عندنا التبويب الإداري اللي هو على حسب الهيكل الإداري في الدولة، طبعا تجد في وزارة تحت الوزارة في إدارات تحت الإدارات في هيئات إلى آخره، وفي بعض المصروفات لا يمكن ربطها بوحدات إدارية مثل نفقات الدين العام والدعم والطوارئ، يعني هذه أشياء لا يمكن أربطها بشيء معين، لا أستطيع أن أربطها بشيء معين أو بجهة معينة، هذه المصروفات لا تربط بجهة معينة، يعني لا تتبع لوزارة الدين العام ولا الدعم يتبع لجهة معينة ولا الطوارئ، الطوارئ هذه شيء غير متنبأ به، فجأة تحصل كوارث، سيول، فيضانات، براكين، حروب، كلها تكون شيء غير متوقع. تبويب المصروفات دائما فيه الأنشطة الوظائف، طبعا هذه المصروفات دائما الناس الدولة تصرف على الأمن والدفاع والعدالة والصحة والتعليم، هذه وفي مصروفات رأسمالية وفي مصروفات جارية، في مصروفات رأسمالية ومصروفات جارية. طيب أسس تبويب الإيرادات، دائما الإيرادات يعني تنعدم فيها سببية بربطها بالمصروفات، يعني ما تقول في إيراد في الجهة الفلانية لازم يكون في مصروفات في الجهة الفلانية، ما تربط بينهم، ما يحتاج أنك تربط بين الإيرادات والمصروفات، يعني مش أي مؤسسة لا يكون عندها مصروفات لازم يكون عندها إيرادات، مش أي مؤسسة عندها إيرادات لازم يكون عندها مصروفات، لا نربط بينهما. ودائما يمكن اتباع التبويب النوعي، التبويب النوعي اللي هو عندنا مبيعات مثل السلع والخدمات، وهذه طبعا مهمة، السلع والخدمات في سلع استراتيجية يعني كالدقيق والحليب والزيت، هذه تبوب وتصنف بأنها من السلع الضرورية للإنسان، والدولة دائما تضع عليها يدها. وعندنا مفهوم الإيرادات والمصروفات في ضوء تبويب الموازنة، هذا يختلف طبعا، يختلف في الوحدات الحكومية عنه في المنشآت التجارية، يعني إيرادات ومصروفات في الدولة الفهم يختلف عن الفهم العام التجاري. طيب تقدير بنود الموازنة، هذه أهم مراحل الموازنة، ويتوقف على نوع التقدير
ونوع التقدير يجب أن تكون في الموازنة سليمة، وأيضا يجب أن تكون هناك في نظام واضح لإدارة وضبط المال العام. وفي تقدير البنود يجب مراعاة التالي، في تقدير البنود يجب مراعاة التالي: أولوية التقدير، هذا يكون في التقدير صحيح، اللي هو تقدير المصروفات ثم تقدير الإيرادات، يعني نقدر المصروفات أول ثم نقدر الإيرادات. طبعا هذا مختلف حوله، لكن الأفضل أنك تقدر المصروفات أول ثم تقدر الإيرادات. دقة تقدير المصروفات: ما يكون في مغالاة ولا يكون في تقطير، يعني ما تحاول المصروفات تضخمها تزيدها على ما هي عليه، على وضع طبيعتك تضخمها، وما تقطير يعني ما تضغط شديد المواطن بحيث أنك تضايق في وضع الميزانية، يعني خليك وسطي دائما، خليك وسطي. أيضا كذلك دقة تقدير الإيرادات أن تكون دقيقة، وكذلك مراعاة الظروف الاجتماعية المؤثرة على الإنسان، وكذلك اتباع طريقة تقدير مناسبة على حسب البنود. طبعا ممكن يكون في التعديل النسبي، وفي بعض الأشياء أنها تعدل فيها إذا كان الأوضاع غير مستقرة ولا شيء، ممكن تعدل في هذه الميزانية أو الموازنة. والتعديل النسبي ممكن يكون بواسطة المتوسطات الفعلية أو الطريقة المباشرة أو الأساس الصفري، ثلاثة طرق ممكن أن تستخدم في التعديل النسبي. مراحل الإعداد: تمر الموازنة بعدة مراحل في الإعداد، ذكرناها قبل قليل تقريبا، الأولى اللي هي وضع التقديرات للسنة المالية المقبلة، نقدر الميزانية هذه. النقطة الثانية: نرسل الموازنة للوزارات المصالحة المختلفة. طبعا هي كل وزارة تعمل ميزانيتها وترسيلها إلى وزارة المالية، فهذا الإعداد من أسفل إلى أعلى. كذلك التأكد من صحة التقديرات ومناقشة مشروع الموازنة وإجراء التعديلات التي أقرها المجلسان. طبعا المجلسان هي مجلس الوزراء والسلطة التشريعية، دي المجلسين اللي بيناقشوا الميزانية. كذلك تنفيذ الوحدات ما ورد بالموازنة، يعني الوحدات يمكن أن تنفذ ما ورد بالموازنة على الوجه الأكمل. في قواعد عامة لتنفيذ الموازنة، أهمها طبعا هذه التعليمات والقواعد تصدر غالبا من وزارة المالية. طبعا هي أشياء عادية، ضوابط للصرف، منها لا يجوز زيادة إجمالي المصروفات الفعلية المقدرة، ما تزيدها. الصرف على بنود غير واردة في الموازنة، ما تصرف على شيء ما موجود في الموازنة، ما تنقل من باب إلى آخر، ويمكن إجازة ما سبق أحيانا بموافقة السلطة التشريعية. يعني إذا تريد أن تعدل على هذا القانون لازم توافق عليه السلطة التشريعية، والسلطة التشريعية في السعودية هنا ما يسمى بمجلس الشورى، طبعا النقل داخل الباب الواحد في الميزانية دائما من سلطة الوزير المختص، وأحيانا يكون في احتياج فعلي هو من يبرر الصرف وليس توافر احتمال مالي، يعني حتى إذا كان عندك تصديق أنك تصرف المال الفلاني لكن ما في مبرر لصرف هذا المال، لا تصرف هذا المال. طبعا في قواعد، هذه كلها قواعد موجودة. كذلك ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الشراء والمقاولات، يعني في شروط. كذلك احتماد كل احتماد لم يصرف أو لم يتغرر صرفه حتى نهاية السنة المالية يتم إبطاله، يعني إذا السنة المالية انتهت في فلوس ما تم الاستفادة منها خلاص هذه الفلوس ترجع لخزينة الدولة ويتم إبطال هذا البند إلا أن يضاف في ميزانية جديدة. تخضع كل العمليات لرغابة من الجهات العليا، وزارة المالية أو الجهات المختصة. عندنا الموازنة التقليدية، نجي في هذه النقطة اللي هي الموازنة التقليدية، ونطرح بعض الأسئلة على أمل إن شاء الله أن نواصل في هذه الجزئية من في المحاضرة القادمة والأسبوع القادم. الآن نطرح عليكم بعض الأسئلة، الناس تركز معي، أطرح الأسئلة واللي عنده إجابة ممكن يجيب عبر الرسائل. طيب، سؤال: القياس المحاسبي في المنظمات غير الربحية. طبعا هذه الأسئلة من هذه المحاضرة والمحاضرة السابقة، لكن أغلبها من المحاضرة السابقة. القياس المحاسبي في المنظمات غير الربحية مقارنة بمثيله في المنظمات الربحية: واحد، أسهل، اثنين، أصعب، ثلاثة، لا فرق، أربعة، لا مجال للمقارنة. الإجابة هي رقم واحد، أسهل. فيكون السؤال مع الإجابة كالتالي: أسهل، القياس المحاسبي في المنظمات غير الربحية مقارنة بمثيله
في المنظمات الربحية أسهل. السؤال الثاني: في المنظمات غير الربحية يصعب قياس؟ واحد: المدخلات. اثنين: معظم المدخلات. ثلاثة: المخرجات. أربعة: معظم المخرجات. الإجابة هي رقم أربعة، معظم المخرجات. صحيح يا مرام، إجابة صحيحة، معظم المخرجات. فيكون السؤال مع الإجابة كالتالي: في المنظمات غير الربحية يصعب قياس معظم المخرجات. سؤال آخر: الأكثر ملائمة عند تصميم النظام المحاسبي في المنظمات غير الربحية الاحتداد بطبيعة؟ واحد: التنظيم. اثنين: الخدمات. ثلاثة: الأموال. أربعة: كل ما سبق. الإجابة هي رقم ثلاثة، الأموال. لا، الأموال. فيكون السؤال مع الإجابة كالتالي: الأكثر ملائمة عند تصميم النظام المحاسبي في المنظمات غير الربحية الاحتداد بطبيعة؟ الأموال. سؤال آخر: تبعا لطبيعة الأموال يمكن التمييز بين منظمات؟ واحد: قابلة وغير قابلة للإنفاق. اثنين: قابلة وغير قابلة للتحصيل. ثلاثة: قابلة للإنفاق والتحصيل. أربعة: غير قابلة للإنفاق والتحصيل. الإجابة رقم واحد. فيكون السؤال مع الإجابة كالتالي: تبعا لطبيعة الأموال يمكن التمييز بين منظمات قابلة وغير قابلة للإنفاق، ذكرناه في المحاضرة الماضية. طيب سؤال آخر: تبعا لطبيعة التنظيم يمكن التمييز بين منظمات؟ واحد: حكومية ومجتمعية. اثنين: عامة وحكومية. ثلاثة: أهلية ومجتمعية. الإجابة رقم واحد: حكومية ومجتمعية. فالسؤال مع الإجابة كالتالي: تبعا لطبيعة التنظيم يمكن التمييز بين منظمات حكومية ومجتمعية. سؤال آخر: تبعا لطبيعة الخدمات يمكن التمييز بين منظمات؟ واحد: سيادية وبنية أساسية. اثنين: اجتماعية واقتصادية. ثلاثة: سيادية وبنية تحتية واجتماعية واقتصادية. أربعة: خلينا في الثلاثة. الإجابة رقم ثلاثة. يعني كل هذه الأشياء تعتبر هي من الأشياء التي أو من تصنيفات المنظمات غير الربحية تبعا لطبيعة الخدمات. فيكون السؤال مع الإجابة كالتالي: تبعا لطبيعة الخدمات يمكن التمييز بين منظمات سيادية وبنية أساسية واجتماعية واقتصادية، هي أربع أنواع. سؤال آخر: تمثل الأموال غير القابلة للإنفاق؟ واحد: رأس مال دائم غير متجدد. اثنين: موارد متجددة. ثلاثة: احتياطي دائم. أربعة: احتياطي متجدد. الإجابة رقم واحد، صحيح، رأس مال دائم غير متجدد. الإجابة مع السؤال أو السؤال مع الإجابة كالتالي: تمثل الأموال غير القابلة للإنفاق رأس مال دائم غير متجدد. سؤال آخر: يتم تخصيص الأموال غير القابلة للإنفاق للمنظمات غير الربحية من؟ واحد: الدولة. اثنين: الأفراد. ثلاثة: جهات غير حكومية. أربعة: كل ما سبق. الإجابة رقم ثلاثة. السؤال مع الإجابة كالتالي: يتم تخصيص الأموال غير القابلة للإنفاق للمنظمات غير الربحية من؟ جهات غير حكومية. سؤال آخر: من الجهات ذات الأموال غير القابلة للإنفاق؟ واحد: جامعة الإمام. اثنين: الخطوط الجوية السعودية. ثلاثة: جامعة الإمام والخطوط الجوية السعودية. أربعة: لا شيء مما سبق. الإجابة رقم اثنين: الخطوط الجوية السعودية. فالسؤال مع الإجابة كالتالي: من الجهات ذات الأموال غير القابلة للإنفاق الخطوط الجوية السعودية. سؤال آخر: المطلب الرئيسي من النظام المحاسبي في المنظمات ذات الأموال القابلة للإنفاق الإفصاح عن؟ واحد: رأس المال. اثنين: الفائض. ثلاثة: العجز. أربعة: مدى الالتزام بالقيود المنظمة للإنفاق.
الإجابة رقم 4. السؤال مع الإجابة كالتالي: المطلب الرئيسي من النظام المحاسبي في منظمات ذات الأموال القابلة للإنفاق الإفصاح عن مدى الالتزام بالقيود المنظمة للإنفاق. سؤال آخر: من يدير الأموال القابلة للإنفاق مسؤول عن؟ من يدير الأموال القابلة للإنفاق مسؤول عن؟ 1- الإنفاق في حدود الاعتماد. 2- الالتزام بالقيود المنظمة للإنفاق. 3- تحقيق الأغراض المخططة. 4- كل ما سبق. الإجابة رقم 4 كل ما سبق. فيكون السؤال مع الإجابة كالتالي: من يدير الأموال القابلة للإنفاق مسؤول عن الإنفاق في حدود الاعتماد والالتزام بالقيود المنظمة للإنفاق وتحقيق الأغراض المخطط لها أو المخططة. سؤال آخر: النظام المحاسبي في المنظمات غير الربحية بنوعيها: 1- متطابق. 2- متشابه. 3- متماثل. 4- مختلف. الإجابة رقم 4 مختلف. السؤال مع الإجابة كالتالي: النظام المحاسبي في المنظمات غير الربحية بنوعيها مختلف. سؤال آخر: من الجهات ذات الأموال القابلة للإنفاق، من الجهات ذات الأموال القابلة للإنفاق: 1- جامعة الإمام. 2- الخطوط الجوية السعودية. 3- جامعة الإمام والخطوط الجوية السعودية. 4- لا شيء مما سبق. الإجابة رقم 1 صحيح يا مرام ومرام. سؤال مع الإجابة كالتالي: من الجهات ذات الأموال القابلة للإنفاق: جامعة الإمام. سؤال آخر: مصدر تمويل الموارد المتجددة: 1- مسؤول عن إدارة النشاط الممول. 2- غير مسؤول عن إدارة النشاط الممول. 3- أحيانا مسؤول. 4- أحيانا غير مسؤول. الإجابة رقم 2. غير مسؤول عن إدارة النشاط الممول. فالسؤال مع الإجابة كالتالي: مصدر تمويل الموارد المتجددة غير مسؤول عن إدارة النشاط. سؤال آخر. سؤال آخر لأن الزمن على وشك، ربما أن الناس مرتبطة بمحاضرة تالية. يتم تخصيص اعتمادات من الدولة لمواجهة كافة نفقات جامعة: 1- جامعة الفيصل. 2- جامعة اليمامة. 3- جامعة الإمام محمد بن سعود. 4- جامعة عفة للبنات. 3- جامعة الإمام. السؤال مع الإجابة كالتالي: يتم تخصيص اعتمادات من الدولة لمواجهة كافة نفقات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لأن هذه جامعة تعتبر جامعة حكومية. نتوقف عند هذا النقطة إن شاء الله، على أمل أن نلتقي الأسبوع القادم في لقاء آخر نواصل من قطع من حديث عن الموازنة وأنواع الموازنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.